أهلا بكم. ما دلالات الانسداد السياسي في العراق حيث باءت بالفشل ثلاث محاولات لانتخاب رئيس الجمهورية في حالة أبرزت لا مبالاة كل القوى المشتركة بالعملية السياسية تجاه إرادة الشعب العراقي؟ وماذا يعني إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منح الثلث المعطل فرصة لتشكيل الحكومة من دون الكتلة الصدرية في غضون 40 يوما ورفضه اقتسام الكعكة السياسية مع الإطار التنسيقي؟ هل هناك إرادات إقليمية ودولية تتحكم بالواقع السياسي في العراق؟ وهل تلويح كتل سياسية بحل البرلمان والمضي إلى انتخابات مبكرة سيدخل العراق في دوامة فوضى أمنية؟ وهل الانسداد السياسي بداية النهاية للعملية السياسية في العراق؟ سنضع مشاهدينا الكرام تحت الضوء في هذه الحلقة الانسداد السياسي الحاصل في العراق ومآلاته وتداعياته، نناقشه مع ضيوفنا الكرام الدكتور عبد الحليم قاسم العبيدي أستاذ القانون الدستوري ينضم معنا عبر سكايب من أربيل، والأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي ينضم معنا عبر سكايب من كوبنهاجن. في البداية مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير الذي عده الزميل قاسم جاسم ثم نبدأ الحوار، أرجو أن تبقوا معنا. البرلمان يفشل مرة تلو أخرى في تسمية رئيس الجمهورية في العراق في عملية شد وجذب بين أطراف العملية السياسية ليؤكد المشهد حالة التخبط والفوضى والانسداد السياسي المستمر. بعد جلسات البرلمان التي لم يتمخض عنها شيء، أكد زعيم التيار الصدري على موقفه الرافض للتحالف مع ما يسمى بالإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن الانسداد السياسي أهون من اقتسام الكعكة معهم، فيما أعلن انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة، وفتح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن، ومنحهم مهلة 40 يوما تبدأ في الأول من شهر رمضان لتشكيل حكومة جديدة في العراق. إلا أن مراقبين أكدوا أن أزمة اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة قد تستمر لأشهر طويلة لتضع البلاد أمام منعطفات جديدة بعد تلويح كتل سياسية بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بينما طرحت قوى أخرى الذهاب إلى المحكمة الاتحادية بشأن الفراغ الدستوري المترتب على الإخفاق باختيار رئيس جديد للجمهورية. ما يحدث في العراق هو وجود تكتلات وصراع قوى بين قوى سياسية تحكم منذ 19 عاما، ما يدفع ثمنه المواطنون في العراق. فيما أكد معهد كارنيجي الأمريكي للأبحاث أن العراق لا يزال دولة هشة ويتجه نحو الفشل، مبينا أن البلاد تفتقد لنخبة سياسية مسؤولة ومستعدة لتنحية خلافاتها جانبا من أجل المصلحة العامة، وأنه من المستبعد أن تتشكل حكومة إصلاحية بوجود النفوذ الإيراني في العراق. يبدو أن العملية السياسية برمتها تعاني من أزمات مستمرة لا تنفك عنها وصراعات حول الاستحواذ على المناصب والمال ومراكز التأثير، فيما تستمر الأحزاب والميليشيات في تثبيت سطوتها برعاية إيرانية تتدخل في صناعة القرار بالعراق الذي يعد الخاسر الأكبر في تلك الصراعات. إذن في الجزء الأول من هذه الحلقة نناقش الانسداد السياسي مشاهدينا الكرام ومحاولات فاشلة لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق. أرحب بالدكتور عبد الحليم قاسم العبيدي أستاذ القانون الدستوري ينضم معي عبر سكايب من أربيل. دكتور عبد الحليم مرحبا بك. أهلا وسهلا. كيف تنظر دكتور عبد الحليم إلى حالة الانسداد السياسي وفشل انتخاب رئيس الجمهورية بثلاث محاولات؟ كيف تنظر لهذه الحالة من الناحية الدستورية والقانونية؟ نعم، شكرا جزيلا حضرتك وتحياتي لضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني الانسداد السياسي في نظام مثل النظام البرلماني الذي يتبعه العراق هو يعني أمر قد يكون طبيعيا في بعض الأحيان، خصوصا إذا ما علمنا أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تفرز كتلة مسيطرة أو كتلة كبيرة بإمكانها أن يعني تستحوذ على المناصب السيادية في البلد. فكتلة التيار الصدري التي حصلت على ما يقارب من 73 مقعد بالتعاون مع الكتل الأخرى حقيقة لم تستطع أن تشكل
ثلثي أعضاء مجلس النواب الذين يجب أن يجتمعوا لاختيار رئيس الجمهورية. هذه المعضلة الموجودة في الدستور والتي أكدتها المحكمة الاتحادية العليا في قرار سابق لها بأن جلسة انتخاب الرئيس يجب أن تكون حاصلة على أغلبية معينة للانعقاد، وهنا الأغلبية مطلوبة فقط لانعقاد الجلسة وليس لاختيار الرئيس، أي أن اختيار الرئيس يمكن أن يكون بالأغلبية، أغلبية الحاضرين، ولكن انعقاد الجلسة يجب أن يكون بحضور على الأقل ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا ما استغله يعني كتلة المعارضة إذا ما صحت التسمية التي تتمثل في الإطار التنسيقي، استغلت هذا القرار واستغل هذا النص الموجود في الدستور لتعطيل يعني اجتماع المجلس، فهو لم يكن هناك فشل في اختيار، حقيقة لم يكن هناك فشل في اختيار رئيس الجمهورية، وإنما فشل في انعقاد الجلسة، لأنه الجلسة لو عقدت بالأغلبية الثلثين لسار الأمر في اختيار رئيس الجمهورية بكل سهولة، لأنه على ما أعتقد أن التحالف الثلاثي إذا ما صحت التسمية لديه أغلبية يعني مريحة لتمرير رئيس الجمهورية. طيب هذا الانسداد الذي عفوا نعم نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت. ارحب بالاستاذ عبد الله السلمان الكاتب والباحث السياسي، ينضم معي عبر سكايب من كوبنهاجن. استاذ عبد الله، كيف تقرا موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتفضيله البقاء على حاله الانسداد السياسي على تقاسم الكعكه السياسيه مع الاطار التنسيقي؟ تحيه لك ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الاكارم. بالحقيقة قبل البدء بالسؤال على أن نجيب عن الانسداد السياسي، بالحقيقة لا يوجد في العمل في الفهم السياسي هناك مصطلح انسداد سياسي، بل هو عبارة خلقتها الأحزاب والقوى السياسية العراقية الخاسرة أو المتضررة من الكعكة، من حصتها في الكعكة العراقية. فكل كتلة تخسر أو تريد أن تضغط على الكتل الأخرى تقول انسداد سياسي. إذا صار اختلاف ما بين الإقليم والمركز قالوا انسداد سياسي، إذا اختلف رئيس البرلمان مع الحكومة قالوا انسداد سياسي. الحقيقة هو فشل سياسي وسقوط سياسي لهذه العملية. أما اختيار يعني الكتلة الصدرية في ترك جماعة الإطار تشكيل حكومة، هو عارف تماما أنه هم لا يستطيعون على الإطلاق بحصول على ثلثي مقاعد برلمانهم لتشكيل الحكومة، وبعدين هو يريد إحراجهم لا أكثر ولا أقل. يعني هم يصرون على أن يلتحق الصدر معهم لترسيخ عملية التكوين الطائفي للعملية السياسية، وهذا هو الأمر الإيراني الذي هم ملتزمين به، أنه يجب أن تكون الحكومة ذات أكثرية طائفية بمفهومه السياسي الحالي. فذلك هو الصدر ترك الموضوع لأنه لا يريد أن يكون منقادا إلى إيران بالشكل العلني، على الرغم أنه حتى الانسحاب هذا هو هناك برغبة إيرانية، وترك الموضوع للفوضى، والفوضى كل الأطراف السياسية الموجودة أحزابا وأشخاصا وكتل هم أداة الفوضى في العراق، فهم أداة الفوضى، فيمكن أن تكون الفوضى بيد الثلث المعطل أو بيد الأطراف الأخرى، فهم كلهم أدوات للفوضى السياسية في العراق. أستاذ عبد الله اسمح لي أن أنتقل للدكتور عبد الحليم العبيدي. دكتور عبد الحليم، مقتدى الصدر عندما خاطب الإطار التنسيقي بقوله لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد لا للتوافق بكل أشكاله، ماذا يعني بذلك؟ هل يشير إلى ناحية الفوضى التي تحدث عنها دكتور عبد الله؟ أستاذ عبد الله، نعم، الحقيقة أنا لا أدخل في يعني نوايا الناس، ولكن هذا نوع من الضغط السياسي. هو يعني السيد مقتدى الصدر لديه مشروع يتمثل في تشكيل حكومة أغلبية، ولا يريد أن يتوافق مع باقي، إذا صحت التسمية، باقي المكون الشيعي الموجود في مجلس النواب،
فهو نوع يعني نوعا من استخدام لغة قوية جدا تجاه الطرف المقابل في التأكيد على عدم قبوله بأي عملية توافق معه. ولكن إذا يعني دققنا في الأمر، فأعتقد أن السيد مقتدى الصدر قد لا يكون لديه مشكلة أو مانع في التحالف مع بعض يعني المكونات الموجودة في الإطار التنسيقي، ولكن هو وضع فقط الفيتو على تحالف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فهو لا يريد أن يتحالف بالخصوص مع نوري المالكي، وقالها بأكثر من مناسبة أنه مستعد للجلوس والتحالف مع باقي الإطار التنسيقي، باقي القوى الموجودة في الإطار التنسيقي فيما عدا السيد نوري المالكي، وهذا هو موقف السيد مقتدى الصدر. إذن فهو الائتلاف هو هنا يعني به أنني لن أئتلف مع تيار معين موجود داخل الإطار التنسيقي. هنا سنكون أمام سيناريوهان، الأول الذي طرحه الآن السيد مقتدى الصدر، ويعني رمى الكرة في ملعب الإطار التنسيقي وطلب منهم أن يشكلوا هذه الحكومة بنفسهم بدون وجود التيار الصدري، وهو يعرف كل يعني كل المعرفة أن الإطار التنسيقي بتكوينه الموجود حاليا لا يستطيع تشكيل الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يستطيع أن يكون حتى ائتلافا عابرا للطائفية والعرقية وتشكيل حكومة مع السنة والأكراد إذا صحت التسمية. وهذا هو السيناريو الأول الذي السيد مقتدى الصدر متأكد أنه لن يحصل. وهناك سيناريو ثاني هو كسر هذا الائتلاف، أي ائتلاف الإطار التنسيقي، ومحاولة أخذ بعض الأطراف الموجودة داخل الإطار التنسيقي وترضيتهم بمناصب معينة، وبالتالي سيكونون هم التكملة للثلثي المطلوب لحضوره لجلسة مجلس النواب لكي يختار رئيس الجمهورية. هذا هو الضغط السياسي الذي يمارسه السيد مقتدى الصدر، وهناك ضغط طبعا معروف يعني سياسي مقابل من قبل الإطار التنسيقي، ولكن للأسف يعني الإطار التنسيقي ليس لديه يعني شيء يلوح به إلا مسألة تعطيل إقامة جلسة اختيار رئيس الجمهورية، فهذه فقط الموجودة أو الخيارات اسمح لي الموجودة دكتور تقريبا في هذه النقطة. اسمح لي دكتور عبد الحليم في هذه النقطة سأعود إليك مرة أخرى، أنتقل للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، مقتدى الصدر أمهل الإطار التنسيقي 40 يوما من الواحد من رمضان، لأمهل الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة. في حال يعني لم تستطع أو يستطع الإطار التنسيقي تشكيل هذه الحكومة، ما الذي سيحدث؟ هنا ننتظر الموقف الأمريكي الإيراني من المفاوضات حول الملف النووي. إذا كان الموقف إيجابي فستمر حكومة الأغلبية برغبة إيرانية أمريكية مع شق جماعة الإطار وإلحاق قسم من عندهم مع الصدر للتمسك بالمصادر الاستراتيجية الأساسية والغاية الأساسية من إيران، هي السيطرة على عفوا من الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية في العراق. أستاذ عبد الله، سنتحدث عن هذا الموضوع، وهو يعني موضوع التأثير، ارتباط الوضع السياسي في العراق بالتأثيرات الإقليمية والدولية في الجزء الثاني من هذه الحلقة، ولكن انعكاسات عدم استطاعة الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة، انعكاساتها على الوضع الأمني في العراق، هل ثمة توقعات برأيك؟ كل التوقعات مفتوحة، لأنه جميعهم أدوات فوضى، جميعهم أدوات قتل للعراقيين، وإما أن تحققت مصالحهم فالفوضى جاهزة والقتل جاهز. كل الأمور السيئة ممكن أن تصدر من نتاج هذه العملية السياسية، ولكن من ناحية العملية أنهم بالتأكيد سيذهبون إلى تشكيل حكومة توافقية، لأن كل ما يجري هو توافق، كل ما يجري في الساحة السياسية حتى الاتفاق الثلاثي المطروح هو أيضا توافقي، يعلن عنه أنه أغلبية ولكن هو توافقي على مصالحهم الحزبية والضيقة، جميعهم مرتبطين بمصالح الإقليم،
مصالح ضيقة تخص كتلهم، فلذلك سيذهبون إلى التوافقية مع، ونحن متأكدين أنه سينشق الإطار بقسم منه يلتحق مع الصدر وتكون العملية توافقية 100%. طيب أستاذ عبد الحليم، بالعودة إليكم، ما مشروعية هذا الجذب والشد السياسي الحاصل لتقاسم المناصب السياسية؟ هناك لا مبالاة واضحة بالشعب العراقي، لا مبالاة واضحة باتجاه الشعب العراقي الذي يرفض الانتخابات والذي يرفض نظام المحاصصة والذي لم يأتي بشيء يعني فيه خير للعراقيين، فقط بنى تحتية محطمة، انعدام لكل صور الحياة. يعني ما الذي قدموه من الناحية القانونية؟ كيف تنظر إلى الأمر؟ نعم، يعني يجب الفصل بين الناحية القانونية والناحية السياسية. الناحية القانونية، هناك نظام سياسي بني في العراق منذ عام 2005 وفق الدستور الذي تم التوافق عليه في عام 2005 وإقراره في عام 2005. هذا النظام بني على أساس نظام برلماني، وفي النظم البرلمانية يجب أن يكون هناك نوع من التوافق بين كتل كبيرة داخل مجلس النواب لكي تشكل الرئاسات الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان. هذا من ناحية القانونية، ومن ناحية، أما من ناحية السياسية فالحقيقة يعني جميع القوى السياسية الموجودة في الساحة العراقية الآن تتحمل جزء من المسؤولية في يعني عدم تقديم أي خدمات ممكنة في جميع أنحاء العراق. الآن الشعب بدأ يعني ينظر إلى هذه العملية السياسية بنظرة الريبة، لأنه لم يتمكن من الحصول على، الحقيقة لم يتمكن الحصول على الخدمات المطلوبة من هذه الأحزاب السياسية. أما تفكير هذه الأحزاب السياسية بمصلحتها، الحقيقة هذا الأمر يعني هو طبيعي في أي نظام معين، أي نظام سياسي معين، أن الأحزاب السياسية تفكر في مصلحتها. ولكن في النظم الديمقراطية المتطورة، أن مصلحة الحزب السياسي هو في تقديم الخدمات وتقديم كل الأشياء التي يطلبها الشعب لكي يتم انتخابه مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. أما في العراق بسبب الانقسام الطائفي والعرقي في مكونات الشعب العراقي إذا صحت التسمية، فتم استغلال هذا الاختلاف بين السنة والشيعة، الكرد والعرب، في تكريس حالة من الطائفية السياسية. هذه الطائفية السياسية هي التي جرت البلد إلى ما نحن عليه الآن. الطائفية السياسية هي موجودة حتى وإن كان النظام السياسي الموجود في العراق يختلف عن هذا النظام السياسي الموجود حاليا، لأن الأحزاب السياسية فهمت اللعبة ولعبت على الوتر الطائفي والعرقي وحاولت أن تستغل هذا الأمر طيلة الفترة السابقة. المشكلة في العراق الحقيقة في رأيي الشخصي هي مشكلة وعي جماهيري. الشعب العراقي لحد الآن لم يصل إلى مرحلة أنه يفكر كشعب أو كوحدة واحدة موحدة بغض النظر عن الطائفة والعرق والدين ولكن والقومية. هذه دكتور، ولكن يعني ثورة تشرين أثبتت بشكل قاطع أن الشعب العراقي يمتلك هذا الوعي، وأنه رافض لكل من يحاول تقسيم العراق إلى كانتونات طائفية. يعني ثورة تشرين لا ننسى أنها يعني حقيقة حدثت غالبا في المناطق الشيعية. ثورة تشرين لم تكن لها يعني قوة حقيقية موجودة في المناطق السنية والمناطق الكردية. هي في النهاية هي ثورة أو تحرك سياسي حصل من قبل طائفة واحدة موجودة في المجتمع العراقي. لحد الآن لدينا إشكالية حقيقية في عدم وجود شعب يسمى شعب عراقي من الناحية، بغض النظر عن الناحية الطائفية وبغض النظر عن الناحية القومية. هذا الأمر متأصل في رأيي الشخصي، قد أكون أنا على خطأ، ولكن هذا الأمر مؤصل في رأيي في تركيبة المجتمع العراقي. والمشكلة أن الأحزاب السياسية لم تفكك هذه الطائفية ولم تعمل على إيجاد مجتمع متماسك، مجتمع قائم على الأساس المواطنة، وإنما لعبت بدورها على هذا الاختلاف الطائفي والعرقي وكرست هذا الاختلاف الطائفي والعرقي ووضعته في إطار شبه يعني أصبح شبه عرف دستوري يتعارف عليه هذا النظام السياسي. هذه هي الإشكالية برأيي. المطلوب هو
إضافة وعي كبير للجماهير الموجودة في المجتمع العراقي، قيام دولة على أساس المواطنة بغض النظر عن العرق والقومية والأمور الأخرى تأتي في الناحية الثانية، إذا لم نستطع أن نشكل مثل هذا المجتمع، وهذا حقيقة ليست فقط مسؤولية الأحزاب السياسية، هذه مسؤولية المجتمع ككل، مسؤولية النخب، مسؤولية أساتذة الجامعات، مسؤولية المثقفين داخل المجتمع، مسؤولية الرجال الذين لهم الصولة والصوت سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الاجتماعية في توجيه هذا المجتمع وتشكيل مجتمع قائم على أساس المواطنة. إذا لم نضع الخطوات الحقيقية في تشكيل مثل هذا المجتمع، تبقى هذه الأمور تنعكس على الأمور السياسية. نعم دكتور عبد الحليم. أستاذ عبد الله، نظام المحاصصة من مخرجاته الانسداد السياسي الحاصل، ويتطلب الأمر يعني تركيز أكثر على موضوع التوعية المجتمعية. ثورة تشرين كانت لها الكلمة الفصل في انهيار جدار الطائفية وجدار الكانتونات التي وضعتها الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال. هل ترى أن الانسداد السياسي ممكن أن يتكسر ب يعني فوران ثورة تشرين أو بشكل آخر بشكل أكبر، بالتالي تحقق طموح العراقيين؟ القاعدة الاجتماعية في الاجتماع السياسي تقول لا يستقيم الظل والعود أعوج. العملية السياسية منذ بدءها منذ الاحتلال إلى يومنا هذا أسست على أساس أعوج، لا يستجيب لأي رغبة من رغبات وطموح الشعب العراقي. أوجدوا دستور غريب عجيب ليس له مثيل في العالم. هذه الأسس التي بنيت بالخطأ يجب أن تهدم حتى نستطيع بناء ما يمكن بناؤه. أولاً يجب أن نبني دولة، هذه الدولة يجب أن تكون حرة مستقلة ثابتة واضحة الحدود مع معالم والسلطة مركزية. يجب أن يكون لدينا أحزاب سياسية جاهزة، عندنا قانون يفرض على الناس، وبالتالي بعدين سيادة القانون، وبعدها تأتي عملية الديمقراطية أو المرحلة الانتقال إلى الديمقراطية. هذه الأسس الاحتلال عمد على تكسيرها في المجتمع العراقي، عمد على تفسيخ الشعب العراقي، عمد على توزيع المكونات على أساس طائفي وجعل الطائفة السياسية تقود البلد. هذه المشكلة هي الأساس وليست مشاكل أخرى. مسألة الوعي تأتي لما يكون النظام مستقر، وتأتي لما يكون القوى السياسية جاهزة للعمل بشكل منظم، بشكل يحقق رغبات الشعب العراقي، وتوجد إرادة سياسية. ما لم تلغي العملية السياسية لن يتحقق أي شيء لمصلحة الشعب العراقي، وهذا لا يتحقق أيضا إلا بانتشار ثورة تشرين وأهدافها في إسقاط العملية السياسية وإلغاء الطائفية الفكرية السياسية الموجودة التي تفرضها قوى الاحتلال المتقادمة، وهي أمريكا وإيران وبريطانيا. هذه القوى هي التي جعلت من الشعب العراقي عرضة لهذه الفوضى وهذه الإشكالية الطائفية. فإذن نحن أمام ثورة يجب أن تغير هذا واقع الحال. إن لم تغير، إن لم يتعدل الأساس في إلغاء الدستور وإلغاء العملية السياسية، لن يتحقق شيء لمصلحة الشعب العراقي، لا بانتخاب رئيس ولا بانتخاب برلمان جديد ولا بانتخابات جديدة. لن يتحقق شيء لصاحب الشعب، بل من سيء إلى أسوأ ومن كارثة إلى كارثة حتى ينهار هذا النظام السياسي. نعم. إذا قبل أن نتحول إلى فاصل قصير، سوف أنوه إلى أننا سوف نتطرق إلى موضوع، إلى تساؤل ربما يسأله الشارع العراقي، وهل هناك يعني إرادات دولية، هل هناك إرادات إقليمية تتحكم بالواقع السياسي في العراق وتفرض أولوياتها عليه؟ إذا فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونكمل الحوار، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في الجزء الثاني من برنامج تحت الضوء، ونسلط الضوء فيه على التساؤل
التالي، وهو هل هناك إرادات إقليمية دولية تتحكم بالواقع السياسي في العراق، وما مصير العملية السياسية ومصير نظام المحاصصة؟ دكتور عبد الحليم العبيدي، بالعودة إليك مرة أخرى، هل ثمة إرادات إقليمية أو إرادات دولية تتحكم بالواقع السياسي في العراق؟ نعم، يعني في جميع دول العالم بغض النظر عن العراق أو غير العراق هناك إرادات معينة إقليمية تتحكم في الداخل لكل دولة معينة. إذا كانت الدولة ضعيفة تبدأ تبرز هذه التدخلات الدولية في هذه الدولة، وإذا كانت الدولة قوية ممتنعة قلت هذه التدخلات. لا يوجد دولة في العالم حاليا لا تتأثر في، على الأقل لا تتأثر في سياسات الدول المحيطة بها، ولكن في العراق الحقيقة كانت هناك تأثيرات كبيرة من قبل قوى إقليمية كانت تريد أن تؤثر على المشهد العراقي بصورة عامة. شهدنا هذا التأثير في السنوات السابقة، طبعا بوجود الولايات المتحدة الأمريكية في السابق بعد عام 2003 كقوة احتلال رئيسية، بالطبع كان هناك تأثير قوي جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على بناء أساسا بناء هذا النظام السياسي الموجود حاليا، وهناك كان تأثير إقليمي من بعض الدول، وكان من أشد هذا التأثير هو تأثير الجارة في الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا التأثير في رأيي الشخصي في بدأ ينحصر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تؤثر كثيرا في السياسة الداخلية في العراق. نعم، قد تكون لديها مصالح معينة تريد أن تضمنها من العملية السياسية الموجودة حاليا. هذا الحد الأدنى من المصالح يكفي حاليا الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا إذا ما علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن مشغولة في ملفات عديدة جدا، من أبرزها الآن الحرب الموجودة التي تحدث في أوروبا بين أوكرانيا وروسيا وتأثيرات هذه الحرب على السياسة الأمريكية بصورة عامة. يعني الآن دكتور عبد الحليم إذا سمحت لي، يعني ما مدى التحكم، ما مدى التأثير الأمريكي في العراق الآن؟ والعراق كما هو معلوم قد احتل منذ عام 2003 وخلف فيه عملية سياسية ونظام محاصصة وحكومات متعاقبة إلى الآن. نحن لا ننكر أن هناك تأثير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا يقارن هذا التأثير بالتأثير الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الاحتلال بعد عام 2003، عندما نقول أن كان هناك قوة احتلال رئيسية موجودة على الأرض وقوات عسكرية موجودة على الأرض. يختلف الآن التأثير في حالة الموجودة عليها الآن. التدخل الأمريكي لم يعد بذلك القوة، حتى التدخل الجارة الإيرانية لم يكن في خصوصا في هذه الدورة هو تستخدمه الآن إيران في سبيل الضغط على الغرب للحصول على مكاسب في تفاوضها في بالشأن النووي. يعني التدخل الآن في العراق وليس لمصلحة 100% لمصلحة ما تريده إيران أن يحدث في العراق، بقدر ما هو ضغط على الجانب الغربي للحصول على أكبر مكاسب معينة موجودة من خلال الاتفاق النووي. دكتور هذا في رأيي على الأقل في الدورة الحالية. ابقى معي لو سمحت. دكتور عبد الله، كيف تنظر إلى مكتسبات إيران التي تحققها من خلال التدخل في العراق؟ يعني استمعت إلى ما تحدث به الدكتور عبد الحليم، كيف تعقب عليه بالإضافة إلى رأيك في الأمر؟ الاحتلال كان من أهم أهدافه هو إلغاء الدور الإقليمي للعراق في المنطقة، وهذا لأن العراق كان يشكل مفصل مهم في المنطقة ويلعب دور بناء على قوته الاقتصادية والعسكرية والعمق الثقافي له. فبالاحتلال وجدت مساحة كبيرة للتدخلات الإقليمية والتخادم الذي حدث ما بين بريطانيا وأمريكا وإيران في العراق، سمح لإيران بالتدخل في الشأن العراقي لغاية جيوستراتيجية بالنسبة لإيران، وهو الحصول على المكاسب الاستراتيجية في الأمن العراقي، منها وزارة الداخلية ووزارة الأمن القومي والمخابرات والاستخبارات العسكرية. هذه هي الأهداف الإيرانية ودائما باقية، وبنفس الوقت متقاسمة ذلك مع 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 أمريكا. ونحن نعرف تماما خلال هذه الفترة اللي 19 سنة على الأقل في الاحتلال الأمريكي إلى العراق، ومن خلال السياسة الأمريكية
في منطقة الخليج العربي هناك تخادم أمريكي إيراني ثابت، بمعنى أنه لا يوجد عداء حقيقي كما نشاهده نحن في الإعلام، والموت لأمريكا وأمريكا تقول الشيطان الأكبر، كل هذه هي إحنا نقدر نقول عليها بالفهم السياسي هي تغطية لمشاريعهم الاستراتيجية، وهو إلغاء الدور العراقي لتفكيك المنطقة العربية برمتها. وهذا ما حصل، يعني نذهب اليوم نلاحظ أنه كثير من الدول العربية ذهبت بالاتفاق مع إسرائيل في سبيل أن تحمي نفسها من إيران، يعني إيران تلعب الدور من خلال العراق. إيران تتحكم بشكل مباشر بالواقع السياسي في العراق، وهذا الأمر واضح، يعني عندما ترسل مبعوثيها إلى العراق في كل مرحلة لتشكيل الحكومة. من وجهة نظرك، ما هي المكتسبات التي حققتها في إطار الضغط على المجتمع الدولي في بشأن المشروع النووي الإيراني؟ إيران مثل ما تحدثنا سابقا جعلت من العراق مرتكز جيوستراتيجي لها، من خلاله تضغط، هي تريد أن تصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط من خلال، وهذا يشكل عمق استراتيجي بالنسبة لها وضاغطا أيضا على الغرب وعلى أمريكا بالذات، فهو عملية ضغط لكسب مصالح أكثر، فيعتبر العراق هو وسيلتها للضغط على أمريكا للحصول على منافع أكثر من إسرائيل في وجهة نظر أمريكا. فهذه الإشكالية التي تحصل عليها إيران من العراق، هي تضغط وتحصل تمسك. هي ليش مهتمة في الجانب الأمني العراقي المهم؟ ما مهتمة بوزارات بلدية أو 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 الصحة أو غيرها، هي مهتمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات العسكرية. هذه هي المنفاصل التي متمسكة بها ومهيمنة بها من العراق، وتضغط من خلالها على أمريكا وعلى الغرب لحصول منافع إقليمية لتوسعها الإقليمي ليس أكثر، لتلعب دور أكثر مما متفق عليه مع أمريكا والغرب. إيران لها دور تاريخي مع الغرب ضد المنطقة العربية. طيب، لو عدنا إلى التاريخ أو حديثا، فإيران هي تلعب نفس الدور إذا كان في زمن الشاه وإذا في زمن العمائم اليوم. فالإيران هي المحور الأساسي الذي يستخدمه الغرب في هذه المنطقة، وتستخدم العراق وسيلة لحصول على مكاسب أكثر، وخصوصا على الملف النووي. ولو ردنا نناقش الملف النووي، لا توجد يعني ضرورة للضغط على إيران على عدم حصول على قنبلة ذرية، لو حصلت عليها واستخدمتها في نصف دقيقة كل إيران تروح. فإذا العملية ليست قنبلة ذرية، هي عملية تخادم مصالح ومسرحيات سياسية على مستوى إقليمي ودولي. طيب دكتور عبد الحليم، هذا الانسداد السياسي الحاصل الآن وفشل انتخاب رئيس الجمهورية بثلاث محاولات، هل لإيران صلة بالموضوع؟ في رأيي الشخصي، قد يعني لا يتفق مع الزميل المحاور، في رأيي الشخصي أن إيران لو كانت لديها يعني كلمة مسموعة لدى القوى السياسية الحالية الموجودة حاليا، لدفعت بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ولدفعت الموجودين، قد تكون لديها سيطرة على بعض الفصائل، على بعض المكونات السياسية في العملية السياسية العراقية بشكل مباشر، ولكنها بالتأكيد لا تستطيع أن تسيطر على كل المفاصل السياسية الموجودة في العراق. هذا في رأيي الشخصي. إيران الآن هي يعني كما قلت سابقا، هي تريد أن تضغط وتضع لها قدم في العراق لكي تضغط على الجانب الغربي. مسألة التخادم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ليس لها قدم في العراق دكتور؟ هي إيران ليس لها قدم في العراق، تستغل هذا القدم في الضغط على يعني الغرب، هي مستحوذة على الاقتصاد، مستحوذة على الاقتصاد، وكل العقوبات الاقتصادية عوضتها من خلال العراق، يعني من خلال أموال العراق، أموال العراقيين. أنا أريد أن أصل إلى نقطة معينة، لو كان هناك تخادم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المنطقة، أنا لست هنا في مجال الدفاع عن إيران أو عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لو كان هناك تخادم في المنطقة لما كانت تسعى إيران لكسر العقوبات المفروضة عليها الغرب، ولما قبل الغرب بأن تكون أذرع إيران في العراق تكسر هذه العقوبات الموجهة على إيران، لأنها تفقد
كل قيمة لهذه العقوبات، وبالتالي ترفع الضغط عن الحكومة الإيرانية وتجعلها في موقف أقوى في المفاوضات النووية. الآن العالم يتشكل من جديد، العالم لننظر إليه خارج السياق العراقي، العالم يتشكل فيه قطب جديد الآن موجود متمثل في روسيا والصين، وتحاول إيران أن تدخل في هذا القطب لتكون مواجهة للغرب. وجزء من السياسة الإيرانية في مواجهة الغرب هو تدخلها في العراق وأذرعها الحقيقة الموجودة في العراق. نعم لديها أذرع، لديها أذرع قوية جدا مؤثرة في السياسة، ولكنها لا تسيطر على جميع المفاصل السياسية في العراق برأيي الشخصي. نعم، شكرا دكتور. أستاذ عبد الله سلمان، يعني 19 سنة منذ احتلال العراق، بنى تحتية منهارة، نسب فقر مرتفعة، تدهور في جميع الصعد. ما المتوقع بعد هذا الانسداد السياسي بعد 19 سنة من احتلال العراق؟ هل ستحل مشاكل العراق مع انتخاب مناصب ضمن نفس الوجوه؟ نعيد الكرة أن الأساس الذي تعتمد عليه العملية السياسية أسس خاطئة، ولا يمكن إصلاحها لا من خلال الانتخابات ولا من خلال حكومات جديدة، لأنها بالأساس هي جاءت أدوات فوضى لجعل العراق هش وغير فاعل في المنطقة، ولا ولكل كتلة لها مصالحها، الكل يريد مصالحه الشخصية فقط والحزبية، وليس هناك أي تكتل سياسي موجود دون استثناء في العملية السياسية يريد قد ذرة واحدة من مصلحة الشعب العراقي، جميعهم أفرادا وكتلا وأحزابا من الشمال إلى الجنوب، لا أحد منهم يفكر بمصلحة الشعب العراقي، كلهم يفكرون بمصالحهم الحزبية والتكتلية والطائفية وغيرها. وهذه تجارب فاشلة من 2003 إلى اليوم، أو من 2005 إلى اليوم، مع الاحتلال ومع التخادم الأمريكي الإيراني، كل هذه لا تحقق للشعب العراقي شيء لمصلحته. هل هذا يؤشر أستاذ عبد الله إلى أن يعني هذا الانسداد السياسي الحاصل وهذه الأزمة التي يعيشها الشعب العراقي، التي هي سلسلة أو حلقة في سلسلة أزمات، إلى أي مدى ترى أنها ربما تكون البداية لنهاية العملية السياسية؟ نحن قلنا أنه لا يوجد هناك انسداد، وإنما هناك موت سياسي للعملية السياسية، وهذه الحقيقة يعني إنهاء العملية السياسية هو الحل الوحيد، ويعتمد أساسا على الثورة الشعبية العراقية العارمة التي يجب أن تكون عنوانها أو ذروتها أو 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 المنطلق هي ثورة تشرين، وأيضا على القوى السياسية العراقية خارج العملية السياسية المناهضة لها منذ الاحتلال إلى اليوم، عليها أيضا أن تضع مصلحة الشعب العراقي أمامها وتتوحد. بدون توحدها، وأعتقد أيضا هذا أيضا بعيد المنال، جدا جدا بعيد، إذا ما توحدت وقدمت مشروعها السياسي والضاغط على يعني على العراق على لصالح العراقيين، ممكن أن تكون هناك تغيير شامل. لا رجاء من هذه العملية السياسية، لا بانتخابات ولا بغيرها. هذه العملية السياسية تحاول بانتخابات رئيس جمهورية أو انتخابات قادمة جديدة هو البقاء والدوران بهذه العملية الفارغة والتدوير، وقد تقديم رشاوى إلى المجتمع بشغل رواتب رمزية ورواتب حزبية ورواتب فضائية وغيرها وسرقات والضحك على الذقون بشعارات الرنانة. إن العملية السياسية عملية انتهت وسقطت، لا ليس لها حياة إلا ببقاء الثورة ضعيفة والقوة السياسية المناهضة لها ضعيفة أيضا ومتفرقة، هذا هو اللي يعطيها الحياة. أما لو كان هناك يعني قوة ثورية صحيحة ومتوحدة وتستطيع أن تأخذ بتشرين راية لها، ممكن أن تحقق الانتصار الحقيقي لصالح الشعب العراقي، وهو الحل الوحيد والأمثل ولا يوجد غيره. وأنا مسؤول عن كلامي، لا يوجد غير إلغاء العملية السياسية حلا لمصلحة الشعب العراقي وإنقاذ العراق من الفقر
والدمار وسوء الخدمات لا يتحقق شيء لصاحب الشعب العراقي ما دامت هذه العملية السياسية باقية. نعم دكتور عبد الحليم، هل تتوقع انهيار العملية السياسية أو بداية انهيار العملية السياسية؟ في الحقيقة لا، أنا لا أتوقع يعني أي تغيير حاصل في على الأقل في السنوات القليلة القادمة. لا يمكن أن تعويل على تحرك يعني شعبي موجه من قبل جزء بسيط، جزء يعني حتى وإن كان الأغلبية الشعب العراقي، هذا الجزء الذي يتحرك لا يجد صداه في الأجزاء الأخرى. إذا لم يتحرك كل الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه لا يمكن الحديث عن ثورة شعبية. هناك تحركات بسبب سوء الخدمات في مكان أو آخر من بغداد أو مناطق الجنوب، تقابلها احتجاجات فئوية مثلا في إقليم كردستان، ولكن أرجع وأقول أنه الأساس أن هناك انقساما فعليا داخل المجتمع أو الكيان الاجتماعي العراقي. لا يوجد هناك شيء يسمى بالشعب العراقي الموحد، هناك كتل تختلف باختلاف طائفي وعرقي، كل طائفة أو عرق أو قومية تفكر بمصالحها الشخصية قبل أن تفكر بمصلحة الدولة العراقية. الشيء الوحيد الذي يبقي هذه الدولة موحدة هو بقاء وجود حكومة نوعا ما تستطيع أن تعطي مرتبات ثابتة للموظفين الذين يشكلون نسبة كبيرة من هذا المجتمع. هؤلاء الموظفون هم يحركوا الاقتصاد العراقي الباقي، هذا هو ما يبقي هذه الدولة متماسكة. النظام السياسي الموجود في العراق الآن على سلبياته هو النظام الممكن أن يكون موجود، ولو سقط هذا النظام لجاء نظام آخر يكون يتمتع بنفس السلبيات الذي يتمتع بها النظام الحالي. لماذا؟ لأنه هناك شرخ في هذا المجتمع، هناك انقسام طائفي وعرقي، هناك عدم تشكيل يعني دولة تقوم على أساس المواطنة منذ تأسيس هذه الدولة العراقية. كانت هناك صراعات، كانت هناك اتجاهات قومية تلغي القومية الأخرى الموجودة في البلد، وبعض الأحيان اتجاهات طائفية تلغي أو تريد أن تضغط على طوائف أخرى في هذا البلد. لذلك تشوه هذا المجتمع وتشوه هذا الكتلة البشرية الموجودة في هذه الدولة، ولم يكن لها إطار واحد ثابت ينم على وجود حس المواطنة بين أبناء هذا الشعب. إذا لم يكن هناك اتفاق ما بين هذا الشعب على تشكيل وحدة واحدة لا يمكن الحديث عنه. حتى لو كانت سقطت هذه العملية السياسية وجاءت عملية سياسية أخرى ستنصدم بهذا الجدار وبهذا الشرخ الموجود في المجتمع العراقي. إذا الأولوية الآن هو في الضغط وإيجاد يعني أيديولوجية خاصة معينة يعني تنطلق من إطار وطني جامع لهذا الشعب بغض النظر عن قوميته أو عرقه، وهذه الأيديولوجية يجب أن تقدم خدمات بشكل سريع وهائل وتغير الواقع بسنين قليلة، وهذا في اعتقادي الشخصي غير موجود حاليا في المجتمع العراقي. ولا يمكن لأي تكتل سياسي سواء موجود في العملية السياسية أو خارج عن العملية السياسية يمكنه أن يشكل مثل هذه الأيديولوجية، ويمكنه أن يشكل مثل هذا الإطار الذي يجمع شكرا العراقيين دكتور. ويوحدهم في دولة موحدة. هذا في رأيي الشخصي. شكرا جزيلا دكتور عبد الحليم قاسم العبيدي، أستاذ القانون الدستوري، كنت معنا عبر سكايب من أربيل. شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة، ونشكر أيضا الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي ضيفنا من كوبنهاجن عبر سكايب. شكرا أستاذ عبد الله. إذن يبقى السؤال الأهم مشاهدينا الكرام، أطراف العملية السياسية الذين سرقوا أحلام العراقيين بوطن يحفظ لهم كرامتهم، هل أمنوا غضبة شعب العراق العظيم؟ وإلكم الله يا العراقيين.